أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم.